لازمنا نلعبوا باش نربحوا غانا. الجرينتا والقلب وحطوا التشكيله حسب رايك. التشكيله شوف الرهانه واضحه على الاخر، التشكيله باينه واضحه على الاخر. التشكيله الصخيري صرارفي فرجاني الساسي ومعز بن شريفيه من اعز الجارديانات في تونس، خير من مصطفى وخير من بلحسن. بن شريفيه راه جارديان ان شاء الله مربوحه وان شاء الله زينه وان شاء الله تونس ديما فرحانه وربي يبقى علينا الستر ان شاء الله. ماتش غانا على حسب البريمير تور اللي عديناه، ثلاثه ماتشات اللي عديناهم يا صعيب يا ذنوبك باش نتعدي مع غانا. شنو نجمو نعملو؟ والله حاجه واحده، كان جواريتي نحو من مخاخهم حكايه لونترينور وينحوا حكايه البريسيون. العب الكره للكره يا خويا، قدره ربي نجمو نعملو حاجه. ما عادش غانا نتاع قبل، نحنا صحيح عنا كجواريت وكل شيء نحو لسامي وينحوا حكايه ليكيبات وكل شيء وشويه سمسير هذايا نتاع الكل. يلعب الكل في الكل، قدره ربي نجمو نربحوها ونسلكو. على مربوح ان شاء الله تربح واللي يخدم لي هكا ولا لا، ان شاء الله مربوح يربح باص على الاقل يربح زوج ثلاثه. والمشكله تاع المنتخب الوطني في المدرب مش في الجوارات. كيفاش؟ انو شبيه المدرب؟ مال ديبلاسمون، يعمل ديما مال ديبلاسمون. التغييرات بتاعه ديما تكون كونتر المنتخب وما يستعملش التبديلات بتاعه الكل، يستعمل زوج ثلاث تبديلات وكا. هذاك هو ثلاثه يا اخي، خمسه. لا لا، هي خمسة تبديلات كاري نجم، كان نرجع الكرة صحيحة خمسة تبديلات.